مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى ماذا تعني علامة دم موضوع على بيت؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. في كل حلقة في البداية بأتوجه بالشكر لكل المشاهدين اللي بيتراسلوا معنا، وده مش مجرد تكرار أحباء المشاهدين، لكن بجد إحنا بنكون سعداء جدا في كل مرة ترسلوا لينا قصة حياتك أو قصة أعجبتك أو قصة شايف إن هي تكون بركة إنها تنتشر من خلال برنامجك حياتك في قصة. وأشكر رب يسوع جدا في هذه الحلقة. قصتنا النهاردة مرسلة لنا من أحد المشاهدين. قصتنا النهاردة مرسلة لنا من هولندا من أخونا أسامة. والقصة بتاعت النهاردة بعنوان علامة الدم في هولندا. علامة الدم في هولندا، قصتنا النهاردة مرسلة لنا من أخونا أسامة. هو اكتفى بذكر أسامة وقال، هقرأ لك الخطاب اللي هو أرسله لنا فيها، أرسل لنا القصة فيه. أخي وصديقي ومرشدي دكتور زكريا المحترم، أما بعد، في يوم 4/8 سنة 2012 كانت لك وعظة جميلة في سفر الخروج أصحاح 12، وهي الضربة العاشرة على أبكار مصر. وكانت الآية التي تعظ بها تقول: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة الهلاك حين أضرب أرض مصر. لقد قمت بتكرار هذه الآية لمدة 6 مرات، فعلا أنا وأنا بوعظ عدتها 6 مرات، هو حسبهم، حتى أني وقتها كنت حفظتها منك. ولأني لست من خلفية مسيحية لم أعرف ماذا كانت تعني هذه الآية بالتحديد، ولكني شعرت بأن هذه الكلمات قد لمستني. بعد انتهائك من العظة كنت تنادي: يا إخوة يا أحبة تعالوا واعترفوا بخطاياكم. يعني بنوجه الدعوة للناس يجوا يركعوا قدام. هو أنا بقرأ ليك نفس الكلام: تعالوا واعترفوا بخطاياكم. ولم أفهم ماذا كنت تقصد بكلماتك هذه، وإذا وإني متفكر بكلامك رأيتك تشير إلي بالتحديد وتقول: تعالى وارمي بأحمالك على الرب يسوع. طبعا كنا بنوعظ في هولندا، وأنا فاكر اليوم ده كان حاضر أكثر من 600 ل 800 شخص، فأنا بشاور، هو شعر أني بشاور إليه شخصيا. رأيتك تشير إلي بالتحديد وتقول: تعالى وارمي بأحمالك على الرب يسوع. وعندما ركزت عرفت أني أنا هو المقصود بهذا الكلام، وكأني الجالس والمستمع الوحيد في هذه القاعة. وإذا بقوتين عظيمتين، الأولى تدفعني للنهوض والأخرى تمنعني من ذلك. بعد صراع لوهلة قصيرة شعرت أني وقد حملت حملا من مكاني، ولم أجد نفسي إلا فوق المنصة الموجود فيها صليب المسيح. كان في صليب متعلق وكنا راكعين قدام المصلوب. ولم أجد نفسي إلا فوق المنصة الموجودة فيها صليب المسيح له كل المجد، مجهشا بالبكاء، معترفا بكل خطاياي وأثامي وأفعالي الشريرة التي فعلتها طوال أيام حياتي. وعند نزولي من على المنصة أحسست ويلاه من إحساس عجيب وجميل في نفس الوقت، كأني بلا وزن يا دكتور، بلا هم، بلا حزن، وكأني ريشة تطير في الهواء. في تلك اللحظة تذكرت هذه الآية التي كنت قد سمعتها مرة عن الرب يسوع المسيح في متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وقلت في نفسي: كم أنت عظيم أيها الرب. ومن تلك اللحظة وصدقا أقول بالرب يسوع أصبحت خليقة جديدة وابنا للرب، وذهب عني ومن ذلك الوقت كل شيء يغضب الرب. وإني أعلن محبة الرب يسوع إلى الجميع وأدعو الجميع إلى معرفة الحق. وكان لي يوم أمس شهادة أمام كنيسة هولندية
بنفس هذا الاختبار، وأحب أن أزف إليك الفرحة بأن جميع الحاضرين قد لمسوا بعد سماعهم للاختبار، وكانوا أيضا قد بكوا لأني ولا أعرف يا دكتور عندما أصل في اختباري عند جزء الركوع عند الصليب أبكي ولا أسيطر على نفسي. وأحب أن أعرفك أيضا بأني والعائلة جميعا قد تعمدنا في يوم 30/9/2012، هم ما كانوش من خلفية مسيحية، اتصل بي بعد كده وقال لي أنه يمكن 10 من العائلة اتعمدوا مع بعض، والآن نحن نشهد للرب يسوع طالما بقينا أحياء ليزيد هو وننقص نحن. شكرا شكرا لك من كل القلب يا دكتور، والرب يباركك. أتمنى أن نراك قريبا في هولندا، ابنك وأخوك أسامة. بشكر الرب من كل القلب. ما كانش فاهم الآية، بس كان رغم أنه مش من خلفية مسيحية سامع آية من قبل قالها المسيح: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لما وجهت الدعوة اتربطت الآية اللي عرفها زمان مع فكرة أن في شخص بيحبه هو الرب يسوع المسيح، فهم أنه هو المقصود، راح عند المصلوب سلم حياته، هو والعيلة الآن يشهدون المسيح. هذه قصة الإنجيل الخالدة، التاريخ يعيد نفسه والإنجيل هو هو كما كان. قوة الله للخلاص ما زال قوة الله للخلاص، ديناميت الله للخلاص. سأستكمل معك قصة الدم علامة في هولندا بعد ما نستمتع بترنيمة، هي كل ترانيم أيمن كفروني رائعة، بس وأنا معاه يشرفني الرب أن أكون معاه دايما في الخدمات. كل الناس تقول له: بصراحة يا أخي أيمن كل ترانيمك حلوة، بس ترنيمة لا لن أرى حبا ليها قصة، أنت ليه ما بتعملش زيها كتير؟ هو يرد يقول: طب ما كلهم ترانيمي أنا مألفهم ملحنهم. يقولوا: لا، بس الترنيمة دي ليها مذاق خاص. هنستمتع بهذه الترنيمة مع أخونا كمان اللي بيعزف لنا عزف رائع، بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. في الجلجثاء في الجلجثاء فوق الصليب في الجلجثاء لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. نحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. فرغم ذاك نحن نراك أنسى آساك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. كشاة تساق
للذبح لم تفتح فاكة، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك في الجلجثة، في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. كان ينادي لبرابة سيطلق بالإفراج، صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. الجمع كان ينادي لبرابة سيطلق بالإفراج، صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. حاكموك عيروك حملوك صليب العار، بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار، بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك في الجلجثة، في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. الجمع كان ينادي لبرابة سيطلق بالإفراج، صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. حكموك عيروك حملوك صليب العار، بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. ورغم ذاك رأينا حبك يا رب يسوع العجيب في الصليب. هذه الترنيمة الرائعة، واحدة من أشهر وأروع الترانيم اللي ألفها ولحنها، ونشكر رب رنمها لنا في هذه الحلقة أخونا الجميل المرنم الرائع أيمن كفروني، والعزف الجميل مع أخويا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة الدم علامة في هولندا، القصة المرسلة لنا من أسامة اللي هو وعيلته كلهم قبل المسيح وتعمدوا في شهر 9 سنة 2012 بعد ما سمع بشارة الإنجيل من خلال خدمة كانت في هولندا. وكنا بنقول الآية في سفر الخروج وصح 12، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم. وقال إنه ما كانش فاهم الموضوع بالضبط، بس افتكر في هذه اللحظة ونحن نوجه دعوة للركوع للرب يسوع وتسليم الحياة، افتكر آية سمعها قديما مع أنه مش من خلفية مسيحية، سمعها بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وقال أيوة هي دي دعوة للراحة، وراح عند الصليب وقال أني ما شعرتش إلا بأني بعترف بكل خطاياي، وبأمن أن الرب يسوع المسيح بدل ما نموت مات بدالي ودفن وقام. ثم هو وعائلته اتعمدوا وبيشهد للمسيح في الكنائس هناك. أنا بشكر الرب لأجلك أخويا أسامة، وبصلي أن يحفظك الرب أنت وعائلتك من كل شر. وفي هذه القصة الرائعة عايز أشاركك بثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى عايز أتكلم عن الدم كعلامة، والكلمة الثانية عايز أتكلم عن الراحة والسلامة، والكلمة الثالثة عن القوة والمقاومة. الكلمة الأولى عن الدم والعلامة، ربنا زمان لما كان ناوي ينزل قضاء على الأبكار ما عملش العلامة الغنى ولا العلامة المركز الاجتماعي، ما قالش ويكون لكم شهادة البي اتش دي علامة على البيوت تعلق أنك واخد بي اتش دي في اللاهوت أو في العلم أو ولا ملايين الدولارات ولا حتى أخلاقيات عالية. هو قال حاجة واحدة بس، تجيب حمل ذبيحة يعني تذبحها
وتحط الدم على القائمتين والعتبة العليا، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. المعنى أن هذه الذبيحة اللي اتذبحت رمز ليسوع المسيح اللي اتذبح على الصليب. في آية صريحة في كورنثوس الأولى 5-7، لأن فصحنا اللي هي مأخوذ منه خروج 12، لأن فصحنا أيضا المسيح اسمع قد ذبح لأجلنا. اسمع الآية، المسيح ذبح، فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. الآية دي بتكلم على أن المسيح في الصليب مات مذبوح، هو مات مذبوح ومات عريان ومات مقتول، كل الميتات الصعبة ماتها، حتى الموت موت الصليب. ليه؟ علشان هو الفادي. يعني ايه الفادي؟ يعني بدل ما موت أنا، جه شخص قال أنا هحمل الخطايا اللي فعلها زكريا، وأمام العدل الإلهي مات المسيح بدلا منا. اللي بيحتمي فيما فعله المسيح، إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي جواه، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الدم علامة. اليوم اللي تصدق إن يسوع المسيح مات عشانك ودفن وقام وتسلموا حياتك، هيبقى ده علامة إنك لا تهلك. أشهر آية في الكتاب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، أيوة، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الدم والعلامة. لكن الراحة والسلامة، انبسطت قوي يعني، لأنه لما كلمني أسامة في التليفون كمان قال لي أنا ما كنتش فاهم الآية بالظبط لكني خرجت، وأنا قعدت طب إزاي ما كانش فاهم الموضوع بالظبط، لكن لما بعت لي الرسالة قال إن هو ما كانش فاهم قصة الفداء بالظبط ساعة ما ركع، لكن كان افتكر في هذه اللحظة وشعر إن ربنا بيناديه. قال أنا كنت الوحيد في القاعة، مع إن كان حوالي من 600-800 شخص في القاعة وقتها، قال حسيت إن أنا وحدي، وقال إني افتكرت آية سمعتها زمان عن المسيح في متى 11:28، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وأنا في اللحظة دي عايز أقول يا ترى يا أخويا أسامة سمعت الآية دي من فين؟ طبعا من مين؟ ما قالهاش، بس أكيد وهو في العراق قبل ما يروح هولندا كان لي صاحب مسيحي قال له الآية أو سمعها منه أو كده، أو أراها أو فتح التلفزيون سمعها. عايز أقول لك كلمة الله لا ترجع فارغة. لكن عايز أقول لك يا تعبان، يا اللي عايش في المخدرات أو النجاسات أو عايش في الحزن والأسى والتعب، تعالى تعالى، لن تجد الراحة إلا في شخص المسيح. هتقول يا عمي مين قال؟ كل واحد بيقول الدين بتاعه يريح. حبيبي لما الرب يسوع قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هو صح. هتقول لي ليه يعني اشمعنى؟ أقول لك اشمعنى بعلامتي. لما أنت تكون شايل شيلة واحد يقول لك عنك، لو قال لك عنك وما شالش بدالك يبقى ولا عنك ولا حاجة، لكن لو شال الشوال أو الحمل بدالك ترتاح أنت. يسوع المسيح لما بيقول أنا أريحكم، هو الشخص الوحيد الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة، أوجاعنا حملها، أحزاننا تحملها، شال عني وعنك. وبيقول لك شيل، سيب خطاياك عليك، سيب خطاياك عليا، أنا شلتها على الصليب وارتاح أنت. لكن أختم كلامي، القوة والمقاومة. إيه القوة والمقاومة؟ قال لما سمع الدعوة في قوتين، وعلى فكرة الحكاية دي حصلت مع كل الناس، لحظة ما بتفكر تعيش للمسيح بيبقى في قوة تاني بتقولك اوعى، مهما تعور هتروح للمسيح هترجع تاني. دي ايه؟ دي قوة ايه؟ دي قوة الشيطان. مكتوب ان كان انجيلنا مكتوبا فهو مكتوب في الهالكين. ابليس بيحاول يهلك الناس، لان اله هذا الدهر، تكملة الآية كورنثوس الثانية 4:4، لان اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. أنا عايزك قبل نهاية هذه الحلقة الرائعة تركع معايا، وبوجه دعوة زي ما وجهنا دعوة زمان وأسامة جه وركع، تيجي أنت تركع معايا وتصلي يا رب يسوع. صلي وراي، صلي من قلبك، صلي اترك يا رب يسوع أنا بشكرك، أشكرك لأن دمك هو العلامة. مين يصدق أنك تموت عشاني؟
تكون أنت الذبيحة الكاملة. حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أنا بقول لك سامحني على كل اللي عملته، أنا جاي لك بشري وعاري ومكسوف من نفسي يا رب، بس بقول لك تعالى طهرني، غسلني، غيرني يا رب، اديني الراحة، برمي أحمالي عليك. صدقني في الحال اكتب لي اختبارك وابعت لي أخبارك وقول لي إيه اللي حصل معاك لما رميت أحمالك على الرب يسوع. أتركك، كانت هذه الحلقة عن الدم والعلامة، أتركك إلى حلقة جديدة قادمة في برنامجك حياتك في قصة. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم منك.